نتكلم عن يمكن حاجة احنا يعني ما تجيش على بالنا كتير، فكرة انه ترك الحاجات اللي احنا بنحبها او اللي احنا محتاجينها او حتى ترك حد يعني احنا بنكرهه، كل حاجة نسيبها لله. دي تعتبر عبادة او فضيلة، احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة وازاي نقدر نجمع بيها اكبر قدر من الحسنات. فضيلة الشيخ محمود عاشور منورنا يا فندم، ربنا يبارك لك السلامة مرة تانية ورعاك وحافظ عليك يا رب يكرم. ويدفع عنك كل أذى وشر. الله يكرمك، أمين. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا يمكن بنسيب أشياء كتيرة وبنتركها قربة لله سبحانه وتعالى. في أشياء ربنا أمر إن احنا ما نعملهاش، تمام، المعاصي والذنوب والأوزار والأخطاء والفواحش ما ظهر منها وما بطن، المولى عز وجل أمرنا ألا نقترب منها، وبالتالي بعملها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، تبقى فريضة، تبقى واجب ينبغي أن نؤديه وأن نقوم به وأن نمسه وأن نترك كل ما أمرنا المولى عز وجل أن نتركه. لما فتح لنا الباب في أشياء كثيرة جدا، قال لنا إيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففتح لنا باب الحلال كله لربنا أحله، لربنا فرضه، لربنا أعطاه لنا ناخد فيه، بلاش الحرام، لا نبعد عن الحرام عشان نظل دائما حياتنا طيبة وسعيدة وهانئة ومستقر. في ناس كتير قوي الدنيا بتاخدهم وبتشدهم وبتبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، هؤلاء بينالوا غضب الله عز وجل. وحين يغضب المولى عز وجل على إنسان لا يجد خيرا أبدا ولا يجد نعيما أبدا، وإنما يظل دائما في سوء وفي شر وفي قدر وفي نكد، محتاجين دائما نقترب من الله سبحانه وتعالى. والقرب من الله بيطمن، بيريح، بيخلينا دائما في هناء وفي سرور وفي راحة دائما إن شاء الله. الحاجة الثانية، نحن بنعمل أشياء قربة لله سبحانه وتعالى. يعني أنا عندي مال، مال كتير، أقوم إيه؟ أبني مدرسة قربة لله سبحانه وتعالى. ده ترك ماله بقى وبنى بيه مدرسة قربة لله، هنبني مستشفى قربة لله سبحانه وتعالى، هنبني مسجد قربة لله سبحانه وتعالى. ولذلك دايما الأموال لما بنتقي الله فيها وبنخاف ربنا فيها وبنعطي حق ربنا فيها بتنمو، بتزيد، بتكبر، بتكثر، بيبقى خيرها عميم وفضلها كثير، وربنا سبحانه وتعالى بينمي. وقال لنا ايه؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ده مال الله مش مالنا، يبقى ينبغي ان نعطي من هذا المال. فيه شيء احنا كلنا غفلانين عنه وهو الوقف، الوقف لله سبحانه وتعالى. باقف ضيعه لله سبحانه وتعالى، ارض، باقف عقار لله سبحانه وتعالى، باقف مال لله سبحانه وتعالى. ده كان زمان يا فضيله الشيخ، انما دلوقتي ما بنسمعش عن الموضوع ده. لا، ما هو لازم الناس تفهم ان فيه الوقف لا زال قائم وموجود ودائم وينبغي. انا اعتقد ان كان في مؤتمر الوقف اليوم او غدا هتعمله وزاره الاوقاف. الوقف ده شيء فاضل وعظيم، وكانوا زمان قوي يوقفوا، ده وقفوا حتى للكلاب الضاله وللقطط الضاله، فوقفوا وقف لهذا. هذا الوقف اللي بيقدمه قربانا لله تعالى، بيقدمه قربة لله سبحانه وتعالى، بيقدمه علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ويرضيه، وربنا أعطاه فبيدي لله سبحانه وتعالى. فضيل الشيخ شراوي كان له تعبير ظريف جدا، انه طول ما بيدي انا بدي، لما يقطع بقطع. فالقضية قضية، طب لما بيدي ما تدوا انتوا كمان. وعملية ان الوقف بطل خلاص ليه؟ بطل لان الناس بخلت، بقى عندهم بخل. رجال الاعمال ينبغي أن يتجهوا إلى هذا، وأن يتجهوا إلى الأسباب النافع المثمر العظيم الرائع الذي يجعل لهم مكان ومكان عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنتركه. شوفوا سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان كان راجل اسمه رومة يهودي، كان عنده بئر في المدينة المنورة، فكان بيبيع المية للمسلمين، يروح يشتروا المية من عنده طبعا طوابير. فسيدنا عثمان اشترى منه نصف البئر، ويوم سيدنا عثمان جعله قربة لله سبحانه وتعالى ياخد ما ياخد،
بس فاليهودي ما بقاش ناس تجيله في اليوم بتاعه. ناس بقوا بيهم سيدنا عثمان وخلاص انتهت القضية. فراح لسيدنا عثمان يلح عليه في أن يأخذ النصف الثاني. فخذ النصف الثاني وأذهبوا للمسلمين. وهبوا للمسلمين. أبو للمسلمين جهز جيش العسرة كله من ماله سيدنا عثمان بن عفان. ده كان بيعملوا قربة لله سبحانه وتعالى. ما كانش بيعملوا عشان رياء ونفاقا وسمعة واحد يعمل مش عارف ايه عشان الناس تعرف وتسمع وتقول. هذا ليس له في ثواب وليس في أجر وليس في جزاء، وإنما الأجر والجزاء فيما نفعله لله سبحانه وتعالى، فيما نفعله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان احنا دائما يبقى عملنا خالص لوجه الله عز وجل عشان نعيش حياة طيبة وسعيدة وهانئة ومستقرة. لأنه كل ما نقدم لله سبحانه وتعالى كل ما تبقى الدنيا عندنا أفضل وأحسن وأعظم وأجمل، تبقى حياتنا أفضل وأحسن وأجمل. تمام كده. طب أنا هسأل حضرتك، هناخد اتصال، لكن برضو عايز أسأل حضرتك في فكرة ترك، يعني أنا مثلا حد غلط في حقي فأنا أقول خلاص أنا سبته لله، أنا مسامح، يعني أنا خلاص في بين أخين حاجات يعني فلوس بينهم بين بعض، واحد يسيب للتاني حقه وهو عن طيب خاطر وراضي وهو مسامح، مدى ثواب الحاجات دي إيه؟ أخد بس أم عمرو ونسمع رد من حضرتك. ما كان ما ترك إنسان شيئا لله عز وجل إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى أفضل مما ترك. تمام.